مع نهاية وبداية كل سنة بتزيد الاتهامات للسنة اللي عدت والدعوات للسنة اللي جاية. اتهامات للي فاتت انها كانت سنة شوق مولد، ودعوات للي جاية انها يا رب تكون احسن من اللي فاتت، ما يكونش فيها غدر من صحاب ولا فقدان لأحباب، ما يكونش فيها تعب ومرض ولا غل وحسد، ما يكونش فيها كل اللي كان من اللي قبلها عشان خلاص تعبنا منها. بس الحقيقة ان الموضوع محتاج نظرة اعمق من كده. شكوى غالبية الناس من سنة فاتت او ايام عدت عليهم بتكون غالبا من حاجات شبه كده: اجتماعيات، مشاكل علاقات، وزيف صداقات، خديعة من ده، ظلم من ده، خوف من ده، أو قلق على ده. بس تعرف حضرتك هو إيه سبب كل ده؟ الحقيقة إنهم سببين بيخلوا أغلب الناس تعاني من ده، سواء إنها تحكي عن ده أو تخاف من ده، تدعي على ده، ومع نهاية كل سنة بيتكرر كل ده. السبب الأول هو قلة ثقة الشخص في نفسه، والسبب الثاني هو زيادة ثقة الشخص في غيره. يعني السببين متعلقين بالثقة، تقدر تسميهم كده أزمة ثقة بتتكرر كل يوم طول السنة، مش بس بتتكرر من سنة لسنة. ثقة في نفسك أقل بتخليك عرضة للتقليل منك والتهاون في حقك واستمرار استنزافك في أغلب علاقاتك، وثقة في غيرك أكبر بتخليك عرضة للخداع فيهم أو الاستغلال منهم أو إنك تقرر تجنبهم وبعدك عنهم، وكل ده طبعا بيأثر بالسلب على حياتك. بس مهما كان منك أو منهم، مهما كان الموضوع متعلق بيك أو بيهم، أديك يا سيدي صرحت نفسك بمشاكلك معاهم وعرفت حالتك وسطيهم، عرفت إنك مريت صحيح بتجارب قاسية جدا في سنتك بس منها استفدت، صنفت ناس كتيرة في حياتك بعد ما لطبيعة شخصياتهم عرفت، انتبهت إن التجارب السلبية دي رغم شدة ألمها عليك إلا إنها خلاص انتهت، عديت بكل ما فيها ونجيت نفسك منها ونجحت. مهما كان اللي حصل في سنتك، مهما مريت بخبرات بالنسبة لك صعبة ومش مهضومة، مهما كانت مخاوفك من سنة جاية عليك مشاعر بالنسبة لك مش مفهومة، انت محتاج تعرف وتقدر قيمة المعلومة. معلومة تعرفها عنك لما تفهم نفسك صح، ومعلومة تعرفها عنهم لما تفهمهم هم صح، ودي هتلاقيها في حلقة حكاية المعلومة، حلقة هتلاقيها من نفس البرنامج ده روشتة حياة. بس قبل ما انهي معاك الحلقة دي عايز افكرك بكل اللي حصل لك في السنة اللي فاتت دي، انك رغم كل الظروف اللي فاتت دي كنت عايش 12 شهر في ستر من ربك، مكمل 52 اسبوع ماشي بصحة في دربك، بتصحى وتنام بمزاجك 365 يوم مفيش فيهم مرض عن النوم او الصحيان جبرك، يعني مرت عليك 8760 ساعة ستر ورزق وصحة وفضل وكرم من اللي خلقك. يبقى اولى بيك يا اخي انك تجدد طاقة الحمد عندك، وقبل ما تلوم سنة فاتت او تخاف من سنة جاية راجع نفسك، واوعدك ان هعمل كده قبلك عشان افكر نفسي قبل ما افكرك ان كل يوم عدى علينا بستر وصحة من ربي وربك هو خير كبير جالي وجالك. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ودي كانت روشتة حياة عشان تعيش بيها كل سنة طول السنة احسن حياة. اشوفك دايما بعقل واعي ونفس راقية في رحلة الحياة. اشوفكم بكل خير.